حول إصلاح نظام البكالوريا للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير، السادة السيدات النائبات المحترمات، سيد الوزير، نطرح عليكم سؤال إصلاح نظام البكالوريا. إذا الأسر المغربية كلها تنتظر هذا الإصلاح الذي طال أمده، فما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لإصلاح نظام البكالوريا في المغرب؟ وشكرا. شكرا سيد نائب. رد سيد الوزير. شكرا سيد نائب المحترم. فيما يخص نظام البكالوريا، هو في الحقيقة المبادئ وهندسة النظام الحالي للبكالوريا هو ناتج عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إذن الآن يعني حتى التقويم ديالو، المبادئ ديالو هي مستخرجة من الميثاق. اللي بغيت نقول وهو أن هاد البكالوريا الجديدة وضعت منذ سنة 2001، وتم بعض التعديلات على هذا النظام، خاص أساسا في 2006 تقليص عدد اختبارات الامتحانين الجهوي الوطني، وتوسيع قاعدة اجتياز دورة استدراكية، و2012 طريقة احتساب معدل دورة استدراكية. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب، تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، نظام البكالوريا أصبح في حاجة ملحة إلى مراجعة. ذلكم السيد الوزير أن نقط المراقبة، أن المراقبة المستمرة أصبحت مدخلا للابتزاز، ثم إن نقطتها حسب وزارة التربية الوطنية تتجاوز نقطة امتحان البكالوريا أحيانا ب15 نقطة إلى 20، وبالتالي حان الأوان لإعادة النظر في معاملها، ونقترح تقليصه من 25% إلى 10%، ثم كذلك عدم اعتباره على مستوى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، ثم كذلك على مستوى الامتحانات الجهوية. تعلمون السيد الوزير أنه على مستوى السنة الأولى لا يتم الاهتمام بالمواد الأساسية، وينعكس ذلك سلبا على مستوى التلاميذ في السنة الثانية، ثم كذلك على مستوى السنة الثانية يتم تدريس مواد لا يمتحن فيها التلاميذ وطنيا، وبالتالي لا يهتمون بها، وعلى مستوى التعليم الخصوصي لا يدرسونها. وبالتالي نتساءل السيد الوزير عن ترشيد الأطر المدرسة لهذه المواد، وكذلك عن مبدأ تكافؤ الفرص. ثالثا السيد الوزير، أن التلاميذ لا يحصلون على نقاط متدنية في الامتحانات الجهوية ينعكس عليهم نفسيا، وبالتالي يصبحون مصدر شغب وتشويش على زملائهم في السنة الثانية، وبالتالي آن الأوان لإعادة النظر ومراجعة هذا النظام. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب. هل هنالك تعقيبات إضافية بطرف السادة النواب المحترمين؟ إذن رد السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. إذن فيما يخص التقويم اللي خصنا نعرفوه هو النظام الحالي 25% هو يعني معطي على المستوى الجهوي، 50% على المستوى الوطني، و 25% وهما يعني الامتحانات في طول السنة، يعني المراقبة المستمرة. هذا فعلا كيطرح مشكل كما طرحتوه، لأن كاين هناك تفاوت ما بين الجهات وداخل كل جهة ما بين المدارس فيما يخص المراقبة المستمرة. فالورش اللي بغينا نحلوه على البكالوريا هو كيخص هذه النقطة، ولكن كيخص نقاط أخرى كذلك. راه ذكرتوهم، مثلا ترشيد تسيير يعني الموارد البشرية والأساتذة بصفة عامة، لأن كاين 14 سلك، تدبير ديال 14 سلك في البكالوريا هو جد معقد. وحتى بالنسبة يعني اللي عندهم البكالوريا وباغيين يكملوا الدراسة ديالهم كيطرح لهم مشاكل. إذن هذا ورش اللي غادي نفتحوه باش نشوفوا كيفاش نحسنوا من طبيعة الحال التكوين. شكرا سيد الوزير في هذا الإطار. وشكرا.